مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله هنعمل كيكة بدون أي نوع دقيق، بدون سكر، سهلة وسريعة. يلا على الوصفة. اللوز 250 جرام من اللوز، بيض عدد 4 حجم كبير، إذا كان صغير 5، كاكاو خام 3 معالق كبيرة 50 جرام، ملعقة من الفانيلا منشان البيض بنزود شوية، زيت جوز الهند 1 كوب أو أي نوع من الدهون 250 جرام، بديل السكر ستيفيا معلقة، التحلية النوع والكمية هي اختياري حسب نظامكم، اثنين معلقة كبيرة خل نضعها بالصحن، ومعلقة كبيرة بيكربونات الصودا خليهم يتفاعلوا مع بعض ونضيفهم إلى الخليط. هيك أصبح الخليط جاهز للطحن، يجب طحنه جيد جدا، لازم نطحن منيح. أنا بختصر بالفيديو، هو بياخد وقت بالطحن يكون مثل هيك ناعم. يمكن استخدام أي وعاء ليدخل الفرن يتحمل درجة حرارة الفرن، أي وعاء موجود عندكم، المهم إنه يتحمل الفرن. أنا حختار هذا، بدهنه بالدهون احتياط منشان ما يلزق، أي نوع دهون بدهنه وبنسكب. سخن الفرن من الأعلى والأسفل 170 درجة مئوية من شغله مسبقا. نوضع الكيكة في الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة. نفحص الكيكة باستخدام عود الشواء أو عود الأسنان، نفحصها هيك ما في شي، تمام. نطفي النار، نطفي الفرن وبنفتح الباب وبنترك الكيكة تبرد في الفرن، والسبب هو الحفاظ على ارتفاع الكيكة من الهبوط منشان ما تهبط معنا، ما تأخذ صدمة البرودة، وهذا بنطبق على جميع أنواع الكيك. ويمكن ممكن نعمل صلصة شوكولاتة، هي اختياري نعملها على السريع. زيت جوز الهند 500 جرام، هذه كمية كبيرة، انتو اعملوا كمية صغيرة. كاكاو خام 3 معالق كبيرة، قليل من الفانيلا، والتحلية هي اختياري، نوع التحلية ستيفيا او اي نوع اختياري، الكمية والنوع. هيك اصبحت جاهزة. ممكن نوضع مكسرات ايضا، هذا هو افكار فقط، هذه كمية كبيرة انتو اعملوا كمية صغيرة اذا انتو حبيتوا، انا بعملها لوصفات تانية. شو رأيكم الوصفة الجاية تكون؟ شوكولاتة دهن طبيعية 100% أو بيتزا صحية للكيتو دايت؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت. أتمنى أن أنتم تجربوها، كتير هي روعة ومميزة. خلينا نأخذ قطعة نشوف الشكل والطعم مع بعض. مثل ما أنتم شايفين هي كتير روعة ومميزة، خلينا نتذوقها مع بعض. كتير هي روعة ومميزة، أتمنى أن أنتم تجربوها. في أمان الله.